حققت زيارة وزير الخزانة البريطاني جورج وسبورم للصين مؤخرا سلسلة من النتائج الإيجابية، لكن تسريحاته الإيجابية إبان زيارة تعرضت لبعض الانتقادات. وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس إن بريطانيا والصين دولتان مهمتان تتمتعان بتأثير عالمي، والصين مستعدة للعمل مع الجانب البريطاني في تعميق التعاون والمشاركة في فرص التنمية. وقع وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبون على 53 مشروع تعاون مع الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة للصين، وهو ما من شأنه دفع المزيد من التعاون الثنائي في الطاقة النووية والسكك الحديدية فائقة السرعة والتمويل وغيرها من المجالات. لكن تصريحاته الإيجابية حول الصين تعرضت لبعض الانتقادات. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن التعاون العملي بين الصين وبريطانيا سيدفع تنمية كلا البلدين ويساهم في الازدهار والاستقرار في العالم. بريطانيا والصين دولتان مهمتان لهما نفوذ عالمي، فيما يشهد الاقتصاد العالمي حاليا انتعاشا بديعا، وبالتالي لم يعود تعزيز التعاون الودي ومتبادل المنفعة بين الصين وبريطانيا في مختلف المجالات بنفع على البلدين وشعبيهما فحسب، بل سيلعب دورا ايجابيا في دفع انتعاش الاقتصاد العالمي. والعلاقات الصينية البريطانية تشهد حاليا تطورا ايجابيا، والصين ترغب في تعزيز التعاون العملي مع الجانب البريطاني والمشاركة في فرص التنمية ودفع تنمية كلا البلدين وتقديم مساهمات جديدة في ازدهار واستقرار العالمي.